السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم آخر خبر بخصوص قضية اللاعب مايكل أوليز من تصريح لاعب الخضر ياسر العروسي. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن يواصل المنتخب الوطني الجزائري في جلب العديد من المواهب الصاعدة، وهذا من أجل تدعيم صفوف المنتخب في الفترة القادمة. ونجح الخضر في جلب العديد من مزدوجي الجنسية في الفترة الأخيرة على غرار بوعناني وشايبي وياسر العروسي وأمين جويري والبقية. وفي مقابلة هاتفية، ياسر العروسي متحدثا عن قضية الصور الذي نشره رفقة أبو داوي وكتب فيه مايكل أوليز: نحن ننتظرك. وقال العروسي: لقد قمت بنشر ستوري مع هشام من أجل إطارة مايكل، لا يوجد شيء ملموس بشأن وصوله إلى المنتخب، ولكن عندما أقابله سأخبره وأقنعه بالأمر. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.